متابعي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. اليوم كنتواجدوا مع واحد الشاب معيل الأسرة، ياك عندك وليدات؟ بنية الله يخليها لك. كان داير الطويبلة في سوق طارق، اللي كيعرف سوق طارق في هذاك الشارع، الناس اللي كانوا حاطين التليفونات المستعملة مؤخرا، المسؤولين ديال هذا القطاع الترابي ديال عمالة البرنوصي مكنوا لهم من كيوسكات، هما اللي كتشوفوهم دابا مباشرة، اللي يستافدوا منهم صحاب هاد الفراشات الصغار تاع التليفونات. سميتك اخويا عبد الهادي، قال لك 7 سنين وهو كيدير هذيك الفراشه الصغيره، كيبيع ويشري في التليفونات. مني جات هذه الاستفاده ما استفدش، قال لك ما عيطوش عليه، ما قالوا له والو. تفضل اخويا، هنا نعرفوا المشكل ديالو. السلام عليكم اخويا، قرب الميكرو شويه. اخويا انا كنت من الناس اللي كانوا فرشين هنا الطوابل ديال التليفونات في سوق طارق، عندي هنا ما يزيد عن 7 سنين. جات هذه الاستفاده اللي كتشوفوا، طلعت انا عند الناس المسؤولين، قال لك انت ما كاينش، لقيت ان الناس دار غير شهرين مستافدين وطالع السيميه ديالهم في السيستم، انا ما استفدتش ونصاحب نستافد، السوق كله كيعرفني انا قديم، ما عرفتش علاش ما استفدتش. ما بغيت، هذا هو السؤال المطروح، الناس دار غير شهرين ومن بلاصه بعيده ماشي البرنوسي وطالعين في السيستم، وانا كنتحمل المسؤوليه ديال هذه الهضره. غتلقاو الناس ضاربين غير شهرين شهر هنا في السوق وما معروفينش وطالعين في السيستم كيف كتشوفوا، بغيت نعرف علاش. نسولك اخويا، فاش واش داشت شي احصاء الناس ديال السلطات وكنتي فيها ولا ما عمرو جاو احصاء وما عمرو دوز احصائيات في الخفاء؟ ما كاينش كيجي يسولك كما يعني بالامر، ولكن كنتي كتحط. انا كنحط، ما كانش اللي حداك كتشوفو جا عنده لي بارك يعرفني، الناس كلهم كيعرفوني كنحط تما، ولكن كيجيو في الخفاء كيشوف غير من بعيد، كيفيك شي اللي بغى وكيخلي اللي بغى، واش فهمتيني؟ ما كيجيش عندك كيسولك شحال انت هنا، ربما شكون اللي كيوصل لي الهضره واش كنقدم، اللي كيقول لي بان هذا كان هذا ما كانش، حيت انا مشيت قصدت المقدم المسؤول هنايا، قال لي ما عمري شفت، هو عارف انا دار 7 سنين 8 سنين هنايا، وقال لي انا ما عمري شفت، كانت كتكون في الخفاء، ومن ضمن الناس اللي غتلقاهم هنا ما عمرهم جاو هنايا. لو المقدم واش كان كيشوفك انت كتعرفو كيعرفو؟ كيعرفني وكنعرفو، السوق كله كيعرفني قديم، ما يمكنش انا غادي نخرج بهذ الهضره وانا ما دارت حتى نهار، انا دار 7 سنين هنايا والناس ضاربين غير شويه واستافدوا، كيف قلت لك كدوز احصائيات في الخفاء، ما كيجيش عندك معني بامر كيقول لك انت شحال انت هنا وكيف، ما كاينش هادشي، ما شفناش. حتى مشيت واحد النهار لقيت الناس تما عند القيد، جيت قلت لي واش انا غادي نساب وطالع في السيستم، قال لي انت ما كاينش، وكاينين شي ثلاثه الناس معانا تما اللي ما عمري شفتهم وجايين وطالع سمياتهم وتقيدوا، هذا هو اللي بغيت نعرف انا علاش هادشي كله، كيف اللي غادي يشوف لنا هادشي كيفاش داز وكيفاش تحط وكيفاش هاد الناس هادو سمياتهم، بغيت نعرف غير علاش. يعني انت كتقول في هاد المساله ان الدار حيف وظلم؟ نعم سيدي، كاين ظلم ملي كتشوف انت ضارب واحد المده طويله، تمشي لك السلعه وانت غتمشي للحبس وانت ما مستافدش اصلا، فين غتبيع وتشري فين غتخدم؟ يعني السلطات كيجيو عندك دابا كيقول لك ما يمكنش تفرش، ملي غتحطو كيوسكات والناس غيجيو يخدموا، انت ممنوع عليك تفرش، ممنوع عليك تخدم، انت ما مستافدش، علاش؟ ما عندكش شي مهنه من غير هادي اخويا، ضربنا فيها مده ما بقاش دابا صافي، راه 7 سنين دابا حنا تعمقنا في هاد الدومين، ولينا كنعرفوا غير هاد الدومين كنعيشوا منه، ما عندناش. عندك اسره وكيفاش كتعيش دابا مني؟ ودابا حنا بحال الان باقي ما طلعتش شي واحد هنا، راه حنا خدامين لتحت، ملي غيطلع بنادم هنا راه غادي يحاربونا حنا اللي باقيين، ربما كاين غير انا ولا شي جوج الناس اللي غادي يبقاو في الشارع، غادي يقطع علينا هذاك الباب ديال الرزق، راه فين غنمشي؟ يعني باقي ما دخلتيش في معاناه ان تقطع لك؟ ما دخلتش حيت الناس باقي ما طلعوش هنا، باقي الناس ما شدتش بلايصهم، هادشي علاش، ملي غيشد الناس بلايصهم عاد حنا غادي نلقاو المعاناه باش غنديروا ديك الساعه. وانت ما حاولتيش دفعتي طلب للعماله للسلطات الناس المعنيين؟ مشيت عند القيد، مشينا عند القيد خصيصا حنا الجماعه، انا من الناس اللي جرى عليهم، قال لهم سيروا ما كاين والو، وضربت الشهر وبداو كيتعطاو بحال ما قلت لك شي داز في الخفاء، وانا مشيت عند المقدم قلت لك كيفاش انا قديم وما غنستافدش، قال لي ما عمري شفتك مفرش بحالو، هذه معافي عاد ما نجمش، الناس هذو اللي حنا بغيناهم هما يقولنا كيفاش يرشدونا، كيقول لك انت ما كاينش صافي سير ما عندكش اش بقات هضر، ما دفعتيش شي شكايه للعماله ما والو، ما دام هما كيقولوا لك بحال هكا انت ما كاينش انت سير، من غتدفعها؟ ما كاينش من غتدفع، انت دابا اش كطالب؟ اسمح لي، اش
كطالب دابا اخويا؟ طالب غير هادشي كيفاش داز، هادشي كيفاش الناس اللي ضاربين غير شويه واستافدوا، حنا اللي ضاربين، انا اللي ضارب بزاف ما استافدتش. بغيت نعرف علاش، انا بغيت شي واحد يجاوبني على هاد السؤال هذا علاش، وانا شفت بعيني ومازال الناس غادي يشوفوا، غادي يطلعوه الناس، الناس غير خدمة ماشي ولاد برنوسي وما ضاربينش هنا بزاف وغادي خدمة ابار هادشي كله، وان راه واحد المشكل، وان الناس كانوا كيفرشوا طابله على الاقل فيها واحد 2 متر وجاو الفراسه ومن غيفرشوا في مترو لارو من واحد الباب اخر عاوتاني ضجه غتنوض على هادشي. المهم انا نهضر على اللي دابا اللي عندي، وانني انا علاش ما استافدتش، بغيت نعرف علاش، وانا ضارب بزاف وانت حد اي واحد لقاوني ما ضاربش واحد 7 سنين ولا 8 سنين ديك الساعه القانون يكون ضدي، وانا ضارب اكثر من 7 سنين في هذا السوق وكلشي كيعرفني انا من الاولين خصني نستافد من الدراري الطابله. ان شاء الله نتمنى رسالتك توصل خويا. كما متابعينا كما سمعتوا من الاخ انه كان عنده كيوسك صغير، ماشي كيوسك يا ربي، فراشه ديال التليفونات 7 سنوات دار بها عائله صغيره عنده بنيه الله يخليها ليه. دابا ني دوا مع المسؤولين كيتفاجئ انه ما ماشي من المستفيدين، وقال لك شاف على حساب القو ديالو شاف شي وحدين خارج من التراب ديال البرنوصي، يعني ماشي ولاد البرنوصي، وكاينين الناس اخرين اللي يلاه شهرين باش شافوهم تما واستافدوا على حساب القول ديالو. كنتمنى من السلطات ومن الناس المسؤولين يشوفوا الملف ديالو بعين الاعتبار، الا كان بصح انه 7 سنين والسيد مسكين يعني مورد الرزق ديالو هو ذاك، يتعطى ليه حقه وتا هو يتنصف ويتعطى ليه تا هو كيوسك ديالو فين يتخبى وبكرامه وبعزه ويبيع ويشري. تلهنا في سالي اللايف ديالنا متتبعينا، الى اللقاء في لايف جديد.